حادث غامض وخطير طال العمق الإيراني صباح هذا اليوم، وتحدثت عن هذا الحادث العديد من الوكالات البارزة والمهمة مثل أسوشيتد بريس بالإضافة إلى إيرنا، وكذلك الأوساط الإسرائيلية اهتمت بما جرى مثل إسرائيل هيوم وكذلك إسرائيل رادار. والذي جرى هو أن مروحية من مروحيات جايرو بلين كانت تحلق هنا إلى جنوب إيران في سيستان بلوشستان، وتحديدا إلى جنوب شرق إيران، ونتحدث عن مدينة سيرشان على الحدود مع باكستان. هذه حدود تعتبر ملتهبة بين فترة وأخرى، هنالك اشتباكات وعمليات للجيش العدل الذي يعتبر هو الجيش أو الأطراف أو عناصر مسلحة هي معادية طبعا للنظام الإيراني بشكل عام. هنالك مواجهات بين هذه العناصر والحرس الثوري الإيراني، وكما تحدثت الأوساط الإيرانية بأن كانت هنالك مناورات عسكرية أساسا في هذه المنطقة، ولكن فجأة سقطت هذه المروحية بظروف غامضة للغاية في هذه النقطة في الداخل الإيراني، وهذه هي الصورة لهذه المروحية التي سقطت بهذه الطريقة كما نشرتها طبعا وكالة تسنيم. واتضح بحسب التفاصيل المؤكدة بأن عنصرين من عناصر الحرس الثوري الإيراني قد قتلا بسقوط هذه المروحية. نتحدث هنا عن الطيار الخاص بهذه المروحية، والذي اتضح بأنه عضو في القوات البرية للحرس الثوري الإيراني، بالإضافة إلى جنرال بارز في الحرس الثوري كان جزءا من سقوط أو كان جزءا من هذه المروحية التي سقطت وقتل جراء سقوط هذه المروحية، بالإضافة إلى أن عدد من المصادر الأخرى من الحرس الثوري تحدثوا بأن ضابطا ثالثا قد قتل جراء انفجار هذه المروحية في نهاية المطاف. وقد يكون هذا الأمر حادثا عرضيا بسبب أن القدرات العسكرية الجوية الإيرانية متهالكة بسبب العقوبات لسنين طوال من الولايات المتحدة والغرب، وعلى هذا الأساس سقطت هذه المروحية مثل الكثير من الطائرات العسكرية. لكن المشكلة ليست هنالك أي تفسيرات قادمة من الجانب الإيراني توضح لماذا سقطت هذه المروحية، بالإضافة إلى أن التوقيت حساس للغاية. نحن نتحدث هنا عن جنرال إيراني يعتبر هو قائد لواء نينوى في محافظة غولستان في الحرس الثوري الإيراني، هو الذي قتل جراء هذا الاستهداف أو سقوط هذه المروحية. كذلك أن الأوساط الإيرانية وصفته بالشهيد. وأيضا قبل 6 أشهر في شهر مايو تحديدا من هذا العام كانت هنالك وكان هنالك حادثة مشابهة لهذا الحادث الذي نتحدث عنه، هو سقوط مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بهذه الطريقة، وهو كان عائدا من أذربيجان. وطبعا كان التحقيقات الإيرانية عندما تحدثت عن هذه المسألة في بادئ الأمر هي قالت بأن ما جرى هو حادث ولم يكن بفعل فاعل بأي شكل من الأشكال، لكن بعدما جرى لإسماعيل هنية في نهاية شهر يوليو تحديدا، هذا الرجل كان في إيران فجأة أختيل من قبل الموساد الإسرائيلي في نقطة مهمة للغاية مسيطر عليها من قبل الحرس الثوري الإيراني، بدأت الشكوك تذهب بأن ما جرى لإبراهيم رئيسي هي قد تكون عملية مدبرة من الموساد الإسرائيلي، خاصة أن ما جرى لإبراهيم رئيسي هو جاء بعد سلسلة من الأحداث، هو جاء بعد عملية هجوم قادمة من قبل إيران على إسرائيل للمرة الأولى على الإطلاق من ضمن عملية الوعد الصادق، والتي جاء بعدها ضربة إسرائيلية محدودة للغاية ضربت نقطة الرادارية، بالإضافة إلى بطارية من بطاريات الأنظمة الأس 300 في أصفهان، وبعد ذلك سقطت مروحية إبراهيم رئيسي. وجاءت بعد ذلك عملية الوعد الصادق 2 في الأول من أكتوبر، وشهدنا هذه العملية وردت عليها إسرائيل بعملية أيام الحساب، وها نحن أمام سقوط مروحية أخرى يقتل فيها هذا الجنرال الإيراني بهذا المنصب الرفيع للغاية. بالتالي هي مسألة مثيرة للغاية وتوقيت صعب للغاية، ويتخلخل وتخلخلت هذه الفترة العديد من الانفجارات، شهدنا الكثير من الانفجارات الغامضة التي قد تكون حوادث وقد تكون أيضا مفتعلة في نفس الوقت، ولا زلنا نحن نترقب الآن عملية الوعد الصادق 3 من قبل الجانب الإيراني ردا على عملية أيام الحساب الإسرائيلية التي اتضح بأنها عملية مؤثرة وأزعجت الجانب الإيراني في نهاية المطاف. والوول ستريت جورنال كانت قد نقلت خلال 24 ساعة الماضية عن مصادر أمنية موثوقة بأن إيران تحدثت مع الدول العربية وأكدت لهم بأن الرد الإيراني قادم وبأنه سيكون الرد قوي وكذلك معقد في نفس الوقت، لكن إيران لن تنتقم حتى
حتى نهاية الانتخابات الأمريكية. يجب أن تنتهي الانتخابات الأمريكية ومن ثم ستنفذ إيران هجومها على إسرائيل، لأنها لا تريد أن تؤثر على هذه الانتخابات بأي شكل من الأشكال. كذلك بأن الرؤوس الحربية هذه المرة ستكون ذات قدرة تفجيرية أعلى مما استخدم في عمليتي الوعد الصادق الأولى والوعد الصادق الثانية، ولن تكون فقط العملية مقتصرة أو ستكون الأمور مقتصرة على هجوم بالصواريخ أو حتى طائرات مسيرة، بل ما ذكرته الوول ستريت جورنال بأن أنظمة أسلحة أخرى هي التي ستستخدم في هذه العملية، وهذا يرشح بأننا قد نكون أمام مشاركة من قبل البحرية الإيرانية أو حتى الطيران الإيراني الذي قلنا قبل قليل بأنه متهالك أو ضعيف بسبب العقوبات وغيرها، لكن الطائرات الإيرانية استخدمت في عام 2014 في مواقع ضد تنظيم داعش الإرهابي في عام 2014 طبعا بكل تأكيد، وليس بالضرورة أن تستخدم ضد إسرائيل هذه الطائرات، بل قد تكون أهدافا في داخل العراق في إقليم كردستان تحديدا، خاصة وأن الاطلاعات جهاز المخابرات الإيراني كان قد تحدث بشكل واضح بأنهم قاموا بتفكيك مجموعة قادمة من إقليم كردستان مرتبطة بإسرائيل تحاول زعزعة الاستقرار في الداخل الإيراني في الأيام القليلة الماضية. كذلك أن الأوساط الإيرانية بشكل عام روجت لحقيقة بأن بعض الطائرات الإسرائيلية انطلقت من أذربيجان من باكو عبر بحر قزوين لتذهب مباشرة باتجاه الأهداف في بارجين إلى شرق العاصمة الإيرانية طهران وإلى أقصى طهران باتجاه مخازن للأسلحة أو للصواريخ البالستية أو لصناعة الوقود الصلب للصواريخ البالستية، وقامت بالاستهداف ومن ثم عادت إلى أذربيجان. بالتالي نحن أمام جبهات مختلفة قد تستهدف أثناء هذا الاستهداف، في ظل تقارير بأن الجبهة العراقية تحديدا والفصائل العراقية ستشارك بقوة هذه المرة في هذا الهجوم. والسيناريو المتوقع من طبيعة هذه الهجمات وما الذي ممكن أن تحققه إيران؟ هذا سؤال مهم للغاية. الجانب الإيراني ما ضرب بالنسبة له هي القدرات الدفاعية، إن كانت المنظومات الرادارية أو كانت منظومات S-300 وغيرها من المنظومات الدفاعية، كلها ضربت طبعا من قبل الجانب الإسرائيلي باختراق الأجواء الإيرانية، أو كانت الطائرات الإسرائيلية تحلق فوق الأجواء العراقية لتنفذ مثل هذه العملية. بالتالي المنشآت النفطية المنشآت النووية أصبحت تحت الخطر من أجل ردع إيران من عدم القيام بأي هجوم في المستقبل على إسرائيل. الجانب الإيراني هنا ما يمكن أن يستهدفه هنا هي القدرات الهجومية الخاصة بإسرائيل. كيف لذلك ممكن أن يحدث مثل مطار على سبيل المثال أو قاعدة نيفاتم؟ قاعدة نيفاتم سبق لطائرات C-17 وشهدت من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وهي تشحن العديد من الأسلحة لمطار نيفاتم أو حتى قاعدة رامون الموجودة إلى جنوب إسرائيل أو قواعد أخرى. هذه المطارات إن استخدمت رؤوس حربية شديدة الانفجار ممكن أن تعطل هذه المطارات، وبالتالي لن تمتلك إسرائيل أو لن يكون من السهل إرسال الأسلحة لإسرائيل في نهاية المطاف، خاصة وأن بعض الدول الأوروبية امتنعت من إرسال الأسلحة لإسرائيل. بالتالي إسرائيل ستواجه مشكلة ليس فقط في هجومها على إيران، وإنما مع حزب الله اللبناني أو حركة حماس أو في أي عمليات مستقبلية قد تأتي على الفصائل في سوريا أو حتى الفصائل الموجودة في العراق. كذلك وما هو أهم هي طائرات التزويد الوقود. هذه الطائرات من المحتمل جدا أن تكون هدفا بالنسبة للجانب الإيراني، أن تستهدف هذه الطائرات أو المنشآت المرتبطة بهذه الطائرات، خاصة وأنها محدودة للجانب الإسرائيلي، ومن دون هذه الطائرات لن تتمكن الطائرات الحربية الإسرائيلية من الوصول فوق الأجواء العراقية والتزود بالوقود وتدخل إلى الداخل الإيراني وتنسحب، لأنها على الأقل تحتاج للتزود بالوقود مرتين. بالتالي إن تمكنت إيران من خلال هذه الضربة من ضرب واستهداف هذه الطائرات لعمليات تزويد الوقود للطائرات الحربية الإسرائيلية، فإن هذا الأمر سيغير الكثير طبعا من المعادلات، وبالتالي في نهاية المطاف الجانب الإسرائيلي لن يكون قادرا على تنفيذ الهجمات بشكل فعال حتى على جماعة الحوثي أو على إيران، وكذلك إيران غير قادرة أيضا على الدفاع بقوة عن نفسها. وبالتالي هذه معادلة محتملة للغاية، وإن ردت إسرائيل بشكل مباشر على العمق الإيراني فقد نكون هنا أمام معادلة مختلفة، لأن الجانب الإيراني ممكن أن يوجه ضرباته أيضا. لا بد أن لا ننسى بأن قاعدتين مهمتين ومطارين عسكريين مهمين وهي تل نوف وراما دافيد من الممكن أن تستهدف بالنسبة لإيران، لأن هذه هي المطارات أو القواعد الجوية التي استخدمت في إطلاق الطائرات الإسرائيلية على إيران لتنفيذ هذا الهجوم. بالنسبة طبعا للجانب الإيراني إن تعرض إلى أي هجوم من إسرائيل فمن المحتمل جدا
أن تكون حقول الغاز الموجودة في البحر المتوسط التي تعتبر هي أساس نقل أو أساس بناء الطاقة في إسرائيل، أي أن الغاز الطبيعي أساسا يصل إلى محطات الطاقة، ومحطات الطاقة هي التي توزع في نهاية المطاف وتستفيد من هذا الغاز الطبيعي في توزيع الكهرباء. ونصف الكهرباء الموجودة في إسرائيل هي قادمة من 6 محطات للكهرباء، بالتالي مثل هذه الحقول تحديدا الموجودة للغاز الطبيعي أن تستهدف من قبل الجانب الإيراني بصواريخ مع محطات الطاقة 6 منها 5 منها ستحدث ضررا كبيرا، وخاصة هذه الحقول التي نراها هنا، لأننا هنا نتحدث طبعا عن تل أبيب وعن مناطق رئيسية للغاية باتجاه حيفا، هذه كلها ممكن أن تكون تحت الخطر، وخاصة أن الجانب الإيراني سبق وأن روج لهذه المسألة، سبق وأن تحدث عن هذه الحقول وعن المحطات بشكل عام للطاقة أو المنشآت الاقتصادية المهمة التي ممكن أن يستهدفها الجانب الإيراني في حال ذهبت إسرائيل لضرب منشآت نفطية أو حتى منشآت نووية، وكذلك أن مثل هذه المنشآت التي ممكن أن تستهدفها طبعا إيران هي مثل هذه المنشآت تحديدا ممكن أن تشعلها بالنار، وهذه المرة يعتقد بشكل كبير ويروج وتروج الأوساط الإيرانية بأن صواريخ خرام شهر الجيل الرابع التي يطلقون عليها أيضا بصواريخ خيبر هي التي ممكن هذه المرة أن تدخل للخدمة وأن تستخدم في هذا الهجوم باتجاه الجانب الإسرائيلي في هذا الهجوم المرتقب، خاصة وأن هذه الصواريخ قادرة على التحليق على مدى 2000 كيلومتر، أي آخر دائرة هو المدى الخاص بها. لاحظ هي تتعدى إسرائيل وكذلك تصل إلى تقريبا منتصف البحر المتوسط، قادرة على ضرب دول أوروبية، قادر هذا الصاروخ على ضرب أوكرانيا بأكملها كما نلاحظ، بالتالي لا مشكلة لهذا الصاروخ أن يحقق الضربات المطلوبة في نهاية المطاف. كذلك أن ما يميز هذا الصاروخ مقارنة بكل الصواريخ التي استخدمت حتى من الفرط صوت في عملية الوعد الصادق إثنان، أن هذا الصاروخ قادر على اختراق الغلاف الجوي وقادر على التحليق خارج الغلاف الجوي بسرعة تصل إلى أكثر من 19,000 كيلومترا في الساعة الواحدة، وعندما يبدأ بالهبوط باتجاه هدفه فإنه قادر على إغلاق الأجهزة الخاصة به، وبالتالي المنظومات الدفاعية ستواجه مشكلة في تتبع هذا الصاروخ وكيف هو يصل إلى أهدافه، وهو قادر أيضا على المناورة بشكل عال، ومن الصعب اختراق هذا الصاروخ، هو محصن من أي هجمات إلكترونية ممكن أن يتعرض لها، سريع للغاية أيضا الرأس الحربية الخاص به. كما نلاحظ من التجارب الإيرانية أن هنالك عدد من المحركات هنا الموجودة في الجزء الخلفي للرأس الحربي لهذا الصاروخ، هذه تساعد أساسا الصاروخ والرأس الحربي والصاروخ بشكل عام من تحقيق أهدافه بدقة عالية للغاية، والأهم من ذلك هو مناورة الصواريخ الاعتراضية التي ممكن أن يواجهها في نهاية المطاف، وكذلك أن الرأس الحربي قادر أن يتحول إلى رأس حربي يحمل ذخيرة عنقودية، كما نلاحظ 80 من هذه الذخيرة العنقودية ممكن أن يحملها مرة واحدة، وبعض الأنباء تشير إلى أنه تطبيق لإحدى الصواريخ الخاصة بكوريا الشمالية الذي ممكن أن يحمل رؤوسا نووية، لكن إيران لم تتحدث عن مسألة الرؤوس النووية بهذا الصاروخ، وهذه طبعا قضية قد تؤدي إلى تصعيد ليس بالعادي أبدا. الصاروخ أساسا أعلنت عنه إيران العام الماضي في شهر مايو، وتسلمه الحرس الثوري الإيراني في أغسطس أيضا في العام الماضي، وكانت هنالك تجربة لهذا الصاروخ بعد شهر من أغسطس أي في سبتمبر، وواحدة من هذه الصواريخ قد فشلت وسقطت في إحدى البلدات وهي بلدة غورغان إلى شمال العاصمة الإيرانية طهران، وكان أمرا خطيرا للغاية، مما يوضح أن هذا الصاروخ لديه نسبة فشل، لكن الحرس الثوري اختبر هذا الصاروخ كثيرا. طبعا الولايات المتحدة الأمريكية مع هذه الظروف قامت بإضافة طائرتين من طائرات B-52 إضافية للأربع طائرات التي وصلت لمنطقة الشرق الأوسط وتمركزت في قاعدة العديد في القطر، بالتالي نحن أصبحنا أمام 6 طائرات من طائرات B-52 القاذفات الاستراتيجية، واحدة من طائرات B-52 يوم أمس التي ظهرت في الفلايت رادار بهذا الشكل، وهذا هو التسجيل الخاص بهذه الطائرة، اتضح بأنها قادرة على حمل الرؤوس النووية أو القنابل النووية مقارنة بطائرات B-52 الأخرى، لأن بعض طائرات B-52 الأخرى ليست قادرة على حمل القنابل النووية، لكن هذه وهذا يعتبر تطورا خطيرا لم نشهد مثيلا له على الأقل منذ انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من أفغانستان حتى يومنا هذا.